عن خبر عن خالد الغندور يقول: بن شرقي أغلق ملف التجديد للزمالك ومصطفى فتحي عايز فلوس. كشف الإعلامي خالد الغندور أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك أغلق ملف التمديد تعاقده مع القلعة البيضاء بشكل نهائي. وقال الغندور في برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت: معلوماتي أشرف بن شرقي أغلق ملف التمديد تعاقده مع الزمالك بشكل نهائي. يعني الموضوع اتقفل خلاص، فما حدش يستنى أي جديد في القصة دي. وأضاف بندق: مصطفى فتحي عايز يمشي من الزمالك ويحترف في السعودية ورافض تمديد تعاقده مع النادي، وكان عنده مشكلة مع أمير مرتضى منصور في وقت سابق وقت الرحيل عن الزمالك والإعارة لسموحة. وتابع خالد الغندور رغبة مصطفى فتحي مالية، ولو تلقى عرضا مغريا من الزمالك بشكل مبالغ فيه ماديا سيوافق على التجديد، بخلاف ذلك لن يمدد تعاقده مع القلعة البيضاء. وعن الأهلي علق خالد الغندور قال: أمير توفيق هو من أحضر عرض هاتي التركي لكهرباء وليس وكيل كهرباء، واللاعب لن يعود للأهلي مجددا بعد نهاية الإعارة، خاصة لو موسيماني جدد عقده في ظل سوء العلاقة بين الطرفين. أعزائي المشاهدين، بشكركم على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما أن تتابعونا باستمرار وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم منا كل جديد عن أخبار الكرة العالمية والمحلية. شكرا لكم.